كما كيعرفوا الفلاحه كاين مجموعه الانواع ديال السقي، كاين السقي السطحي اللي كنخدموا به كنسميوه حنا لي كوفيت ولا كنقولوا مثلا الشرائح ولا الخطوط ولا كنديروا حواض، واللي كيتمشاو به يعني الفلاحه في مجموعه من المناطق. كاين الرأي بالرش اللي كيعتمد على الادرع المحوريه عن طريق رش الماء. كاين الري بالتنقيط، الري بالتنقيط عن طريق الغوت ا غوت كنحاولوا نعطيو عاوتاني النبته الماء حداها، نقطه الماء حداها. هذا النظام هذا هو نظام ناجع وجديد، واللي حتى وزاره الفلاحه والصيد البحري كتدعم الفلاح باش ينجح في هذا باش يعتمد هذا النظام الري. يعني بالنسبه للغوت ا غوت حنا كنشيروا للناس ان يعني كيف ما قلنا كيمكن لينا اننا نعطيو النبته الحاجيات ديالها في المنطقه حدا الجذور ديالها. هذه المساله هذه خاصنا بعدا نشرحوا للفلاحه باللي عن طريقها عرف كنعرفوا بعدا كل نبته شحال خاصها ديال الماء، كل انواع ديال النباتات. يعني مثلا فاش كنهضروا على الحبوب الحاجيات ديالها من الماء. الطريقه ديال السقي بالتنقيط كتمكننا اننا نعطيو الحاجيات مضبوطين. يعني مثلا فاش كنعرفوا باللي زراعه الحبوب كتراوح الحاجيات ديالها من 190 ملم حتى 400 ملم، كنعرفوا انه بهذيك الطريقه ديال السقي بالتنقيط غادي نعطيوها الحاجيات اللي هي بغاتهم. بزاف الناس عندهم ما كيعرفوش مثلا كيسمعوا في النشره كيقولوا لهم اودي راه غتكون اليوم غطيح 3 ملم، خاصنا نشرحوا لهم هذيك المليمتر شنو كنعنيو به. المليمتر هو بحال الا قلنا 10 طن في قطار، 10 طن ديال الماء طاحت في قطار ديال 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 المساحه. نعم. اذا فاش كنقول 1 مليمتر يعني طاحت لينا 10 طن ديال الماء مزيان في قطار ديال الارض. وبالتالي هكا الفلاح كيبدا كيفهم الحاجيات، وخصو يعرف باللي الحاجيات كيختلفوا. يعني فاش كنهضروا على الفتره ديال البدر ماشي هي الفتره ديال الطلاج، فاش كتسبل يفرخ كيبدا يفرخ كيدير الركبه بالفعل من بعد السبوله. يعني فتره الازهار ماشي هي فتره، وبالتالي فحتى بالنسبه يعني الكميه ديال الماء كتوفر لنا هذه الطريقه ديال الري بالتنقيط، تقنيه جديده اللي كتخول لنا اننا نعطيو للنبته عدد المليمترات اللي خصوها، عدد الماء في المراحل ديال النمو ديالها، وبالتالي كنرافقوها في جميع مراحل النمو ديالها. نقدروا نفرقوا الكوتورات بواحد مترو من 80 سنتيم حتى المترو على حساب يعني شحال حنا درنا في البدر. وواحد الحاجه اللي هي مهمه هو انه دابا كاين كوتورات يعني اللي السمك ديالهم كيوصل لواحد مليمتر، يعني 1 مليمتر يعني كيصبروا ممكن الفلاح يضرب بهم 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ماشي بحال السنطة اللي كيعتمد الفلاح بحال التيتيب. هذيك التيتيب اللي كيقدر يدوز فوق، غير هو الفلاح خصو يفهم انه راه ما يمكنش يدوز فوقها بتراكتور، كاين بزاف ولا ماكينات الحصاد، خاصو يعرف بلي راه ما كاين مشكل. الا بغى يحرك الكوتور ديالو راه يحركو ويعاود يرجعو، راه ماشي شي حاجه اللي يعني شي حاجه صعيبه ولكن فيها مشكل. هي مساله بسيطه، كتشد الكوتور كتجمعو كتروليه وكترجعو كتحطو في البلاصه ديال في البلاصه، حتى كدوز الماكينه ولا كيدوز التراكتور وكتعاود عاوتاني تطلقو. اييه يعني الفلاح خصها تولي عنده هذه المساله هذا يتعود عليها بالفعل. وفي هذا الاطار راه يعني حتى بالنسبه يعني لا بالنسبه للحاجيات ديال النبته كنكونوا عطيناهم ليها، وكنكونوا غنستافدوا حتى من النشرات اللي ممكن مثلا يكونوا من بعد. يعني مثلا كاين دابا المكتب الوطني استشاره الفلاحيه باغي يدير محطات، كاينين بعض المحطات في بعض المناطق اللي غادي يبداو يعطيو الفلاح شحال تقدر تطيح ديال الشتا، شحال يقدر يكمل هو من مليمتر. نعم يعني السقي التكميلي. يعني بالفعل غادي يصيفطوا ليه هما مثلا رسائل عبر بالميساج كيوصلوا كيقولوا لي راه شحال مثلا من المليمتر اليوم غادي تجي تقدر تطيح، والغد ليه مثلا كيكونفيرميو هذاك الشيء. يعني كاين هاد الطرق هادو اللي غادي يدخلوا في اطار هاد التحفيز ديال وزاره الفلاحه. هي كتدعم المشاريع
حتى 100% بالنسبة للزراعات اللي قل من 5 هكتارات، بالنسبة للزراعات اللي كيفوتوا 5 هكتارات كيوصل نسبة الدعم إلى 80%. ومن جهة أخرى يعني بالنسبة للمجموعات ذات النفع الاقتصادي اللي كنسميهم لي جي او، فمستوى الدعم كيقدر يوصل حتى 100%. يعني خاص بالنظام الري، تنقية التهوية، بالنسبة للماتيريال ديالهم، البصال، البلاستيك يقدروا يساعدوا فيه. وبالتالي وهذا الهدف ديالها هو أنها تشجع تكوين هاد مجموعة ديال النفع الاقتصادي اللي كيوصل الدعم فيها حتى 100%، وكتعاون باش يتجمعوا الفلاحة بيناتهم. بالنسبة للسق الموضعي غادي نقولوا بلي بعدا المكونات ديالو كاين خزانة الأسمدة، كاين مضخة ديال الأسمدة، كاين النقاطات اللي كيكونوا، يعني كاين منظم التصريف. بالنسبة لينا فاش كنعطيو، يعني فاش كنمشيو بهاد الطريقة ديال الري، فانا كنعطيو للنبتة داكشي اللي كتبغي في هذيك المرحلة، الاحتياجات ديالها فقط، لأن إلا فتنا لها الاحتياجات ديالها ممكن نأديو، لأن الماء كيهبط تحت من كيمشي للشرفة، كيتسرب حتى داك لانكري اللي كنعطيو ما كيفيدناش. لأن الأهم خاصنا نعطيو، يعني ديما فاش كنقولوا السقي والأسمدة والماء والأمراض راه بحال شي ميزان، باش يكون متوازن ما يمكنش لنا النبتة هي مريضة وكنقولوا لها راه عطيناها لانكري وما كبراتش. الا كانت واحد النبته فيبلس، عندها ان بروبليم دو فيبلس، راه سي نورمال كو واخا نعطيوها الاسمده ما غاديش، واخا نعطيوها الماء ما غاديش تكبر لينا مزيان، ما غتعطيناش انتاجيه مزيان، ما غتستافدش من هذوك الغوال اللي كنعطيوها. بالفعل، لان الا درتي مثلا الملحه بوحده، نسميوه حنا لانكري ولا لازوت، غديرو بوحدو، الا ما كانش الماء غتحرق هذيك تحرق الزريعه ديالك. لان بزاف الناس مثلا في الاول كيديروا مثلا كيفوتوا 20 وحده ديال الازوت، الا فتي 20 وحده ممكن تؤدي انك تحرق البذره ديالك الا ما كانش الماء. وبالتالي في الدور ديال الماء مهم في هذه الطريقه ديال الري، لانه كنقدروا نتحكموا فيه. يعني الدور ديال هذا الري بالتنقيط من اهم مزايا ديالو هو اننا كنتحكموا، وعاد باش اننا كان بالنسبه لتهويه التربه، يعني كتكون سهله في الخدمه ديالها، وكيكون الماء حدا النبته وحدا الجذر ديالها. الجذر ديال النبته هو اللي كي يمص لينا الماء، هو الفم ديالها. نعم. ماشي هو مقدمه الورق ديالها. الورق ديالها واحد 20%، ولكن 80% كيجينا من الجذر، باعتباره هو الفم ديال النبته. لان الجذر داكشي علاش كنقولوا حنا في الاول خاص الفلاح يخدم الجذر. علاش؟ لان الا ما كانش الجذر مخدوم الامتصاص كيكون سهل. نعم، الا خدم مزيان غادي يكون الامتصاص سهل. بالفعل، الا كان المنطقه ديال الجذر كنسميوها حنا البولب، وكاين تما هذيك البولب يعني كانت فيها الماء، كانت غنية بالماء وغنية بالأزوت والفوسفور والمواد يعني المكملة كالمغنيسيوم البور إلى ذلك. يعني فاش كيكونوا هاد المسائل هادو كيكونوا بجنب الجذور ديال النبتة، ما يمكن لها إلا تكون هي الأساس ديال نبتة سليمة. أما نبتة اللي عندها مشكل في المستوى ديال الجذر ديالها، ما يمكنش تعطينا واحد الثمار اللي غادي يكونوا ديما. يعني بالنسبه للمسائل اللي كتجي، يعني كنسميوها حنا فوليير، يعني كتجي بالرش، هي كتكون تكميليه في الاغلب. السقي النجاعه ديالو كترتبط بالخدمه ديال الارض، يعني ما كترتبطش بنوعيه الارض، هي نوعيه الارض عندها واحد الدور. يعني من بعد كنقادو لي مليمترات اللي غادي نعطيو لكل نوع ديال التربه، والتربه الرمليه ماشي هي التربه ديال الدهس ماشي هي. وبالتالي
الفلاح الاشكاليه عنده في الخدمه ديال الارض ديالو باش كتكون مسطحه، حيت دابا فاش كطيح الشتا مثلا كاينين الفلاحه اللي كيخليو الحفاري في الارض ديالهم كيولي الماء كيقلص بالفعل، تما غادي تولي الزراعه اسفيكسي اكزاكتومون، كتكون واحد لاسفيكسي راسينير، هذيك لاسفيكسي راسينير مشكله. كتلقى مثلا الفلاح عنده حوض وسط بلادو عنده حفره، لا خاصو تشوف يشوف الحفره يدوز فوقها بالتراكتور تسويه الارض، وبالتالي تسويه الارض حرش ديالها انك تسويها مهم، لان ديك الساعه على الاقل يعني بالنسبه للنجاعه ديال السقي كتختلف. الا كنا مثلا كنديروا عرس السقي السطحي وكانت الارض ما مسوياش راه الماء كله غيمشي لجهه واحده. مثلا بالنسبه للسقي بالتنقيط ممكن هذه من المزايا ديالو هو انه رغم عدم تسويه الارض ممكن انك توصل الماء واخا هكاك، لان الكوتور غتحطو حتى جدر. اما بالنسبه للزراعه الطرق العاديه اللي كيستعملوها راه تقريبا حتى 50% ديال الماء ممكن تضيع، لا بالنسبه للرش لا بالنسبه للري السطحي. اما السقي ممكن عن طريق يعني الا كان عندنا مشكل ديال السقي ممكن نضيعو حتى 80% من الانتاج، لان الا ما كانتش لما تعملناش مثلا كما قلنا مثلا كانت عندنا واحد ايناس فيكسي راسينير يعني اختناق ديال الجذور كيموت، كتموت النبته تماما كتموت، وبالتالي ما كيكون عندها يعني اشكال في الانتاجيه. وبالتالي حنا يعني بالنسبه للسقي خاص دائما خاص دائما الخدمه ديال الارض، خصنا نخدموها خاصها تكون الارض متساويه. الا كان السقي الا كان عندنا مشكل ديال السقي يقدر كما قلنا يوصل الضياع حتى ل 70 حتى 50 حتى 60 حتى 80% بالفعل. وبالنسبه للكوتاغوت يعني يقدر يكون يعني ما يتجاوزش لينا 10% ضياع، نمط ناجح بالفعل. نعم. انا بغيت نشير يعني لواحد المساله اخرى الى ممكن يعني بالنسبه لبزاف الناس اللي ما كيعرف يعني كاين واحد الاشكاليه بالنسبه للماء، التفاعل ديال الماء والاسمده والانتاجيه. تماما يعني الاشكاليه اللي بزاف الفلاحه ما كيعرفوهاش واللي خصنا نطرقوا لها هو ان الماء عنده علاقه بالاسمده والانتاجيه. يعني الا كان عندنا الماء الا درنا لانغري بزاف طلعنا مثلا في القيمه ديال لانغري مثلا كل كنعرفوا ان كل نبته محتاجه لواحد العدد ديال الوحدات يعني، وبالتالي لا احنا مثلا عرفنا باللي فهاد الفتره مثلا ديال البدر كنعرفوا باللي مثلا النبته كتحتاج لواحد مثلا 5 ديال الوحدات ديال الازوت، حنا كنعطيوها 10 كنسحبوا باللي مثلا من بعد راه هذاك الوحدات اللي زدنا راه ما عندهمش واحد التوافق مع الماء، الا ما كانش الماء راه بحال لحناهم بحال تليسيفاو يعني اما تشربها تزيدو في الكلفه ديال الفلاح بالفعل هذه ضروا الجيب ديالو بالفعل استاذ. دائما كنرجعوا لنفس الاشكاليه هو ان الكلفه كتكون كتطلع ولا الفلاح كيستافد والهامش ديال الريح كيتقلص بالفعل. بالنسبه للصيانه ديال الكوتورات يعني كاين مجموعه من طرق باش نحافظوا عليهم، منهم يعني فاش كنلقاو عند البائعين كنلقاو عندهم لاسيد، كاين واحد لاسيد كيتسمى لاسيد سلفيريك اللي هو معروف كينقي هو فيه 92% ديال من 8 تقريبا 92% ديال السلفات، هو كيقدر يدار يتانجيكتا في الكوتور كينقيه، حيت كاين هذا المشكل ديال الكولماطاج يعني الماء ديالنا الماء فيه بعض الملوحه فيه بعض المواد اللي كيحبسوا لينا دوك الكوتورات كيخنقوهم بالفعل كيمكن لينا، وهذا لان عندنا واحد منظم ديال التصريف وعندنا واحد الخزان ديال الاسمده، فهداك الخزان يعني كيكونوا مجموعه من الخزانات كنديروا لاسيد وكنصيفطوا للنقاطات ديالنا باش كاين دوك الاسمده ديال القابله السريعه ديال الدوابات كليها تدوز بكل حريه وبكل نجاح بالفعل.